أهلا بكم معنا مشاهدين في فقرة الأسواق العالمية. تحدثنا مع افتتاحية السوق الأوروبي مدى تأثير أو تأثر اليورو بالحالة التسويفية في المنطقة الأوروبية تحديدا في إيطاليا. إلى أي حد سينعكس ذلك لفترة جيدة من الوقت على أداء اليورو؟ نناقش ذلك والمزيد مع ضيفنا في استوديو البرنامج سيد وائل حماد وهو محلل الأسواق في شركة ICM Capital. أهلا ومرحبا بك. يعني كنا أنا ومحمد بنشوف مستويات اليورو من فترة طبعا لنجده أنه قرب أدنى مستوياته من حدود 6 شهور على دولار 15 تقريبا. نعم. لفترة شايف الوضع ممكن يستمر هيك طول ما إيطاليا عم تحدث فيها عملية التأخير والتسويف بالنسبة لتشكيل الحكومة؟ هلا بالتأكيد ما حدث في إيطاليا هو كما قبله كمان من أحداث كانت في إسبانيا ولا في ألمانيا، ولكن الأضواء متجهة إلى إيطاليا لأنه الموضوع بدأ يأخذ منحى آخر. يعني بعد ما كان استبعاد الحركات الشعبوية بدأت فاتت بقوة إلى البرلمان الإيطالي، ويعني بدأت تهدد النهج السياسي اللي كان قائم عليه إيطاليا، وخاصة إصلاحات اللي كانت الهيكلية اللي من 5 سنوات بدأت، والآن بدأت المصارف والمؤسسات المالية تنتعش أو ترى هذه الثمار هذا الإصلاحات. الآن يعني الرئيس الإيطالي وتكليف أحد الموظفين سابقين في صندوق النقد الدولي بتشكيل الحكومة يضع الموضوع في سياق إجراء انتخابات مبكرة، يعني قد تكون في الأشهر الماضية ممكن أغسطس أو سبتمبر، وازدياد الانشقاق أو يعني هناك بدأت يعني حركات الشعبوية، حركة الخمس نجوم ورابطة الشمال ب يعني يعني استدعاء أو المنادات بهناك أن يكون هناك في يعني مظاهرات ومناهضات للحكومة قد تدعي بمزيد من يعني التصعيد في هذا السياق. طبعا الضغط كان على الدولار عفوا على اليورو، ونحن بنتوقع مزيد من الضغوط لحتى ما نرى أول المستثمرين يطمنوا للأمور لوين جارية. يعني مستمرة الضغوط. طيب في حالة أنه حدثت انتخابات مبكرة مرة أخرى في إيطاليا، هل هذا يعني هذا السؤال يمثل تهديد بالنسبة للمستثمر في أوروبا في الوقت الحالي؟ هل سيؤثر على التواجد الإيطالي في المؤسسات الأوروبية؟ هلا نحن راينا انه التبعات بالنسبه ل يعني انتخابات جديده وحاله عدم اليقين السياسي اللي راح يواجهها المستثمرين والمؤسسات الماليه او الاوساط الماليه هي اكثر ما انه تواجد لايطاليا انه يكون لها تواجد في يعني الداخل او في الاوساط الاوروبيه. الموضوع هو موضوع استقرار سياسي، يعني المستثمر يحب الاستقرار، راس المال يحب الاستقرار على أي جانب لا يهم، يعني بما أن الوضوح أو هناك في سياق واضح لا يهم، ولكن الآن الصورة كما هي. يعني نحن عم نشوف حتى ما قبل 7 مايو، إذا ما قارنت ما قبل 7 مايو والآن بالنسبة لعوائد السندات الإيطالية ارتفعت لمستويات يعني قياسية فقط 2.5، وأيضا يعني التأمين على عدم السداد او القروض عدم السداد بالنسبه للمستثمرين ارتفعت ايضا في الاونه الاخيره من بعد 7 مايو. يعني الموضوع يعني نرى انه في حاله ارتباك واضحه انعكست بشكل واضح على عوائد السندات الايطاليه، واصبح الفوارق يعني ضئيله بين او ارتفعت الفوارق بينها وبين عوائد السندات الالمانيه اللي هي مؤشر كبير بالنسبة للسندات الأوروبية. نلقي نظرة على النفط لأنه يعني أكيد بعد ما ابتهجنا بمستويات $80 مع أنها استنت علينا جلسة صح؟ حتى يعني دقائق في جلسة واحدة. نعود إلى يبدو أنه الأطراف اللي دفعت أسعار النفط أنها تتوازن على رأسها السعودية داخل أوبيك ومن خارج أوبيك روسيا تتفق بأنها ستعيد تحرير مستويات الإنتاج، بمعنى لن تتقيد بالكوتا أو الحصة. وبالمجموع احتمال كثير كبير أنه السعودية وروسيا يجتمعوا على زيادة الحصة الإنتاج بمقدار 1 مليون برميل يوميا. لأي حد تعتقد أنه هالمليون رح تعمل فارق في السعر في سوق النفط؟ هلا هو لحد كبير يعني هو معنوي، يعني ما دامت كانت السعوديه العربيه وروسيا هم الداعمين الرئيسيين لهذا الاتفاق وهن
اللي كانوا ماسكين بهذا الاتفاق ومتشبثين فيه تخارج أو بدء بتخارج بالنسبة للاتفاق هو يعطي مؤشر لباقي الدول في بدء بزيادة الانتاج. يعني هو معنوي أكثر ما هو مادي. نحن بنعرف التقصير اللي كان من الفنزويلي من النفط الفنزويلي، وأيضا الآن الحديث عن ممكن النفط الإيراني والتراجع في الانتاج أو التصدير هو كمان أيضا راح يكون له أثر كبير على أسواق النفط، واللي هي رفعت الأسعار بالنهاية لفوق الـ80، شفناها فوق الـ80. الموضوع كما تحدثنا هو موضوع معنوي بالنسبة للدول داخل أوبك ودول خارج أوبك أيضا بالنسبة لهذا الاتفاق. ونحن كمان بنعرف يعني بالنسبة لنسب الالتزام هي فاقت 166% بأن يعني في آخر تقرير. يعني ربما هو الوقت أصبح مناسب جدا لأخذ هذه القرارات يعني وتلافي أي يعني تقصير في الإمداد اللي ممكن قد يقوده الأسواق في المرحلة القادمة. طيب ننتقل إلى السوق الأمريكية، ودائما يعني يقولون أن وسائل الإعلام يجب أن تجد مبرر لكل ما يحدث في السوق، وبالتالي اليوم إحنا ما نشاهد النتائج في الأسواق الأمريكية ولكن السوق لا ترتفع على الرغم من جودة النتائج. نقول أن ربما النتائج عوضت العوامل الجيوسياسية، ولكن هذه العوامل الجيوسياسية في الحقيقة هي لم تؤثر. يعني عوامل كوريا الشمالية وفي في 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 يعني في ظل ما كانت كوريا الشمالية تهدد العالم وتقوم بإطلاق صواريخ باليستية كان السوق الأمريكي يرتفع ولا يبالي. اليوم هدأت المشاكل إلى حد كبير، ولكن يقولون أن التأثير هو تأثير جيوسياسي. لماذا لا يتفاعل السوق مع النتائج؟ لماذا لا تستطيع الأسواق الأمريكية أن تستكمل الصعود؟ هل انتهى الاتجاه الصاعد الذي بدأ من 2009 ونحن يعني ربما في المرحلة العرضية التي تسبق التحول؟ يعني هناك عدة عوامل. يعني ربما الاقتصاد الكلي بشكل عام بعد الأزمة المالية بدأ يعني يأخذ نهج آخر، وربما بعض التغيير حدث في عدة يعني جوانب في هذا الاقتصاد. يعني نحن إذا ما نظرنا إلى أنه اقتصاد أمريكي بشكل خاص لحاله نعم عم يؤدي بشكل جيد مقارنة مع باقي الاقتصادات العالمية الأخرى وخاصة الدول الصناعية الكبرى، نحن عم نشوف هناك بدأنا نشوف فوارق ويعني السبريد بدأ يرتفع بين هذه الاقتصادات. ربما المستثمر بشكل عام بدأ يعني يلتمس هذا الموضوع بعد ما كان أو شاف الارتفاعات اللي كانت هي يعني اوريدي كانت كل المستثمرين والمختصين يعني منه نحن كنا عم نشوف انه هي كانت فاقت التوقعات، وبدانا ننتظر عمليات التصحيح في اي وقت كان. ربما الان بعد ما حدث التصحيح ولو انه كان جزئي ما زالت الاسواق تنتظر المزيد. ارتفاع عوائد السندات لاجل 10 سنوات وايضا لاجل 2 القصيرة الأجل والطويلة الأجل أيضا كانت تنبئ بأنه يعني تخارج المستثمرين من الأدوات المالية ذات المخاطر العالية إلى الملاذات الآمنة خلينا نقول، وإلى الأدوات التي تدر يعني عائد من دون أي ريسك. هي اللي عم نشوفه الآن هو يعني نتيجة عدة عوامل أدت إلى أنه المستثمرين يتجهوا في اتجاهات هناك عمليات بيع أيضا على السندات. نعم. اليوم نعم يعني تراجع حتى الأصول صحيح. الثابتة لا توجد عليها صحيح يعني نحن شفنا نعم تراجع عوائد السندات يعني 2.9 شفنا كانت. طبعا ممكن الموضوع إذا ما نظرنا إلى أوروبا عن قرب ممكن نفسر هذا الموضوع مع ارتفاع كمان الين مقابل اليورو شفنا كمان لأعلى مستوياته من نوفمبر. هاي المواضيع ممكن تفسر اللي عم يحدث بأسواق المال بشكل عام. نشكرك ضيفنا السيد وائل حماد وأنت محلل أسواق في شركة ICM Capital. شكرا لك.